الخبر نذهب إلى خبر آخر، والدستور والحوار مع أحمد بان خبير في شؤون الجماعات الإسلامية. العنوان بيقول: أحمد بان 75% من عناصر الإرهابية انشقوا عن الجماعة. أحمد بان بيتكلم على فكرة أنه عدد كبير جدا من المنتمين لهذه الجماعة وهذا التنظيم انشقوا، وأنه أكتر، هو بيقول أكتر من 75% أصبحوا بعيدين تماما عن أي نشاطات، لا يشاركوا في أي تظاهرات، اللي هي التظاهرات هي مش موجودة أصلا، وأنهم خرجوا من المشهد حسب وصفه. وبيقولوا ان هم لا يؤمنوا الان بالجناحين الموجودين داخل جماعه الاخوان، وانهم عادوا لحياتهم بشكل طبيعي وتوقفوا حتى عن دفع الاشتراكات، وبالتالي ابتعدوا تماما، بعضهم خرج بره مصر وبعضهم لم يعد ينتمي للجماعه. لكن يبقى التساؤل الحقيقه موجود مطروح، كنا نود ان يتم سؤال الباحث احمد بان، انه التاريخ بيقول انه تم ده قبل كده، سواء مع تنظيم الاخوان لما بيكون بيضعف او بيحصل ازمات مع المجتمع المصري ومع الدولة المصرية، بيبعد البعض وينشق ثم يعود تاني، زي ما حصل كمان الحقيقة مع الجماعة الإسلامية والجهاد وغيرها فيما يعرف بالمراجعات، ثم عندما قويت يعني شوكة هذا التيار اللي ما يسمى بالإسلام السياسي عادوا مرة أخرى لنشاطهم. فالمسألة دي محتاجة بحث.